اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على مامين، ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو بتقدم لكم موقع شخصيا انا سحبت منه 35 دولار بطريقة مجانية عبر العملات الرقمية، كذلك تقدر تسحب عبر البايونير الباي بال. من هذا الموقع يمكن ان تربح 1 دولار 2 دولار على حسب المجهود الخاص بك. مستوى اشتراك في القناة، تفعيل الجرس بصلكم كل جديد وخصوص العمل وربح مترين قناة على مامين. واللي عنده اي سؤال واي استفسار يجي متواصل معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، رابط القهوة في صندوق الوصف. كذلك في صندوق الوصف تلقاو موقعنا الربحي مامين ايرن لربح فوسة باي باير وباينانس. خلينا الان نتوجه الى الموقع واللي هو موقع سبروت جيكس الغني على التعريف. باش نعاودو نشرحو بطريقة سريعة كيف ستربح ونقدمو اثبات سحب تقريبا سادس ولا سابع من هذا الموقع. الموقع ببساطة انك تكمل بعض المهام كما قدمت تلاحظو في الميكرو جوب هنالي. انا شخصيا اكملت 582 مهمة في الموقع، هنالك 574 مهمة. الكاتيجوري هذه كما قاعد تشاهدو انا الحقيقة اشتغلت في السابق على مهام الفيديو ماركتينج اللي هي انك تشاهد فيديوهات، نضغط على ابلاي كما قاعدين تلاحظوا هذه كلها فيديوهات شباب. قداش من مهمه؟ 33 مهمه لمشاهده فيديوهات يوتيوب وتضع لايك وتضع تعليق وتتحصل على 7 سنت. 7 سنت في 33 مهمه مبلغ، بما انه راهو الربح المجاني بدون مهارات راهو ربح قليل. كذلك هنالك الكاتيجوري الخاصة بالسيول، الخاصة بالسينياب والعديد من الأصناف موجودين. تضغط على المهمة تنجزها، تقدم إثبات وتنتظر إلى أن يتم قبول هذه المهمة وتصلك الأرباح. أين تصلك الأرباح؟ في هذا المكان. هنالك الجيكس الصراحة لم أشتغل عليها، واللي هي أنك تقدم الخدمة الخاصة بك للناس. إذا أي شخص طلب منك هذه الخدمة تقدم له وتنجز له المهمة الخاصة به، وإلا العمل اعتبار فريلانس يعني عمل حر وتاخو عليها أرباح والربح عبر رابط الإحالة. كذلك هذوما البيندينج يظلي أرباح الإحالات. رابط الإحالة أين تجده؟ في الشير أند إيرن، تحصل على 5% من قيمة أرباح الأصدقاء. لا يقطع من أرباح الأصدقاء بل الموقع يقدم لك هذه الأرباح. الآن خلينا نسحبه من الموقع، نضغط على كلمة وولت. بطبيعة الحال الرابط تلقاه في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت للذي لم يسجل في هذا الموقع. كما قد تلاحظوا هذه إثبات السحب، سحبت عبر عملة الليتكوين عبر عملة الإيثيريوم. تقولوا عند سنوات سحوبات، صحيح عندي مدة لم أشتغل على الموقع. آخر مرة اشتغلت على الموقع عندما نشرت فيديو كم أربح في الساعة من موقع سبروت جيكس. تلقاه الفيديو في صندوق الوصف وإلا ابحثوا عليه، موجود. عامل بلاي ليست، عامل قائمة لنجرب موقع لمدة ساعة وفي نهاية الفيديو ننشر أرباحي للعموم باش تعرف، باش تاخذ فكرة على كم ستربح من هذه المواقع المجانية. نضغط على ريكويست ويدرو، تشوفوا طرق السحب. أنا شخصيا مش نسحب عبر عملة الليتكوين. أنت تقدر تسحب عبر الباي بال، البيت باي بعملات رقمية مختلفة، البايونير واليو اس دي كوين. انا باش نسحب عبر الليتكوين، نضغط على كلمة ليتكوين. الحد الادنى للسحب هو 5 دولار. الاقتطاعات 1.34 دولار، يعتبر اقتطاعات كبيرة وكبيرة جدا. احنا باش نعملو ماكس اللي هو 7.44، باش توصلنا من 5.85 الى 6.06 من عملة الليتكوين. في هذا المكان تضع المحفظة الخاصة بك، سواء باينانس باير اذا حسابك يقبل الباير ويقبل العملات الرقمية، تراست وولت، فوست باي، اي طريقة تريد السحب من خلالها. الفائدة يكون عندك محفظة خاصة بك بعملة الليتكوين. انا مش توجه عبر الى باينانس، نضغط على ديبو ولا ايداع كريبتو باش نستعمل العملة الرقمية. نختار عملة الليتكوين، نختار البلوكشين واللي هو ليتكوين. بعد ذلك نضغط على هذا المكان وننسخ المحفظة الخاصة بنا. نرجع إلى موقع سبروت جيكس، نضع المحفظة الخاصة بي في هذا المكان ونضغط على سيند توكن. شرشروا لي توكن الآن مش يتأكدوا من امتلاكي لهذا البريد الإلكتروني اللي أنا مسجل به في سبروت جيكس. نتوجه الآن البريد الإلكتروني كما قد لاحظوا وصلنا كود كما قد نشاهدوا. ننسخ الكود، نرجع إلى موقع سبروت جيكس ونأكد الملكية. بعد ذلك نضغط على Submit Request.
كما قال لي هذا الشباب، هو يقول لك ستسحب بالعملات الرقمية، ونعرف احنا العملات الرقمية يرتفع وينخفض سعرها. يقول لك ما عليك الا توافق على هذا الشرط. نوافق على هذا الشرط، ونعرف احنا العملات الرقمية مرة ترتفع ومرة تنخفض، ولذلك ريسك يعني لن تصلك هذا المبلغ، معناتها انت ومربوط ولك يعني مربوطة بالليتكوين يعني وبسعر الليتكوين. بعد ما ضغطنا على هذا المكان نضغط على سبميت ريكويست وننتظر الأرباح إلى أن تصلنا كما قضيت له الآن في مرحلة المراجعة الانتظار، مرحلة البيندينج. شخصيا أنا جربت الموقع في السابق، تصل الأرباح من يوم إلى 3 أيام. إن شاء الله نكمل نشرح ويعني نحكي على الموقع والإثبات عندما تصلني الأرباح إلى باينانس. كما قاعدين شاهدوا تو في الفيديو الأرباح وصلتني، وتو نكتب لكم كم مدة استغرقت الأرباح إلى أن وصلتني إلى حسابي في باينانس. الفائدة الموقع صادق ويدفع للناس التي تريد جمع رأس مال بدون يعني لا تتطلب رأس مال، وطريقة ليست بالصعبة للناس اللي تحب تجمع رأس مال من الصفر بدون مهارات. هذا من أفضل مواقع، موقع سبروت جيكس شخصيا أنا جربته وسحبت منه العديد من المرات كما وريتكم في الفيديو. إن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى ومجالات جديدة للعمل وربح من الإنترنت من قناة على ممين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.